عندنا مجموعة أخبار مهمة، وعندنا لقاء مع السيد عاصم علام. لو تذكروا من فترة، من في شهر نوفمبر، كنا بنتكلم مع رجل أعمال مصري في لندن، هو اسمه السيد عاصم علام، واشترى نادي هال سيتي. فكنا بنتكلم على ان مصر اشترى نادي رياضي، نادي كوره وبتاع ورياضي وحاجات زي كده في انجلترا. فقال لي جمله انا توقفت عندها الحقيقه، لانه قال لي انا خرجت من مصر ابحث عن وطن. فقلت له لا، دي الحكايه دي عايزه قاعده، وشاءت الظروف ان السيد عاصم علام يكون موجود معانا هنا ان شاء الله، في موجود في مصر اليومين دول، ونقعد معاه ونتكلم معاه لماذا خرج باحثا عن وطن، وكيف استطاع خلال حوالي 40 سنه انه يكون رجل اعمال ناجح لدرجه انه ياخد جائزه مرتين كاحسن رجل اعمال في بريطانيا من الملكه اليزابيث. خدها مرتين سنه 2006 و2008 كاحسن رجل اعمال. فده نموذج مشرف، نمر الاسود. لو خرج هتعرفوا بقى انه خرج من غير حاجه، واتنصب عليه نصبايه وهو مسافر، ورضعت فلوسه وبدا من الصفر، واستطاع في 40 سنه انه يبقى حد مهم جدا جدا جدا، وبيعمل حاجه رائعه. هو مؤخرا اتبرع لبناء كنيسه في المعادي، وهناك في انجلترا بيتبرع للكنيسه ويتبرع للجامع بنفس المقدار. طبعا هنستفسر منه عن هذه، يعني هذا الفكر المستنير، وهنتكلم معاه. انا كل ما ارجوه ان الاخوه المسيحيين يعني يعيدوا بكره ويتبسطوا، وده حادث بيحصل في كل حته، وحادث مؤلم وشنيع، وانا قلبي مع يعني اهالي الشهداء واهالي المصابين. الشهداء وصلوا 19، دول دفنوا فعلا بالفعل، وفضل حوالي حسب ما سمعت انه موجود حوالي 4 أو 5 جثث ممزقه مش عارفين يكونوها لسه، بس تقريبا حوالي 4 أو 5، يعني هيطلعوا الشهداء في حدود 24 شهيد، ثم المصابين فوق 90، وفي ناس حالتهم خطر، ربنا معاهم، ربنا يشفيهم ان شاء الله. وكل ما ارجوه ان احنا نتعامل مع هذه القضية مرة واحدة بشكل منطقي، بشكل عقلاني، بشكل حقيقي. في مشكلة، يعني في مشكلة، في متطرف مسيحي وفي متطرف مسلم، وفي طلبات مشروعة للمسيحي وفي طلبات غير مشروعة، وفي واجبات على المسلم انه يعملها تجاه اخيه المسيحي ما بيعملهاش لازم ياخدها، وفي واجبات على الاخ المسيحي المتطرف لازم يعملها للمسلم ما بيعملهاش. في مشكلة. اتمنى ان احنا نتأملها ونذاكرها كويس ونقراها كويس. يعني انا اقول لكم على حاجة، انا الحمد لله بعمل حاجات كتير جدا عن الديانة المسيحية، يعني استقبلت اكتر من حد مسيحي في الاستوديو، ورحت عملت حاجة في الدير اللي في المقطم من 3 أسابيع، يعني ما كنتش اعرف طبعا ان في احداث مؤسفة هتحصل ولا حاجة. ورحت في الزعفرانه في الدير هناك، ده اقدم دير في العالم، اقدم دير في العالم. فرحت وعملته، وده المفروض ان ده يبقى موجود طول الوقت. احنا بنعمله الحقيقه على استحياء، على استحياء. يعني انا بستقبل كل اسبوع شيخ، ليه مش كل شهر بستقبل رجل دين مسيحي؟ ليه؟ احنا مقصرين، في عندنا مشكله، في مشكله حقيقيه لازم نتاملها. الحادثه دي ممكن تبقى عمليه ارهابيه، انا موافق، مش بنكر ده، بس انا ما اعرفش. يعني طبعا رجال الامن ادرى، يعني اهل مكه ادرى بشعبها، يعني هم ادرى، هم اللي هيقولوا لنا في الاخر الحادثه دي اصلها ايه وفصلها ايه وبتاع، وبيشتغلوا كويس جدا. انما انا بتكلم على ما في النفوس، محتاج وقفه ومحتاج تامل حتى تسير المركب ونطلع من هذه الازمه اللي ما كانتش موجوده من 30 40 سنه. ما كانش عندنا يعني هذه المشاعر او هذه الاحاسيس اطلاقا. وانا مش عايز اكبر الموضوع واحكي مسلم بيعمل كذا ومسيحي بيعمل كذا، مش عايزين نكبر الموضوع. هو في موضوع مهم ويقلق الوطن ويقلق الناس، عايز يتذاكر كويس ويتحل كويس بهدوء. واعتقد انه اعطاء كل واحد حقه ده واجب على المسؤولين تجاه الوطن وتجاه اصحاب الوطن اللي هم الناس. اصحاب الوطن مش بس المسؤولين، اصحاب الوطن هم الناس. فاعتقد ان كل واحد لازم ياخد حقه، ان الاوان ان كل واحد ياخد حقه. فاصل ونعود.